وللحديث عن عجز السلطات الحكومية في العراق عن مكافحة الفساد ورفض الشارع للحكومة القادمة في ظل تكريس نظام المحاصصة، معنا من بغداد الكاتب الصحفي عادل الجبوري. أهلا بك سيد عادل. يعني بداية، كيف تقرأ تحميل اللجنة القانونية النيابية الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم تنفيذ القوانين الخاصة بمجلس النواب لمكافحة الفساد؟ تكرار مثل هذه التصريحات سيد عادل، هل يأتي من باب الخوف على المصلحة العامة؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أهلا بك. الحقيقة احنا مكافحة الفساد نسمع به فقط كشعار رفعته أي دو أي حكومة تجي ما بعد 2003. نعم. ترفع شعار مكافحة الفساد، لكن لا، هذا الشعار لا ينفذ. الفساد مستشري في كل الحكومات التي توالت على الحكم بعد 2003، وكل حكومة تطلع فساد اللي قبلها، وهذه آخر حكومة، حكومة الكاظمي البداية الولاية. نعم. جت في مكافحة الفساد وشكلت لجنة الوظيفة لمكافحة الفساد، لكنها أفسدت في لجنة مكافحة الفساد هذه وقامت تبتز الناس، وآخرها الفضيحة التي صارت في جريمة الهيئة العامة للضرائب والأموال التريلونية. نعم. التي سرقت من هذه الدائرة، ولو كانت هذه الأموال سرقت من أي دولة سقطت الدولة بأكملها. ما ممكن أنه إحنا اليوم نجي نكافح الفساد وتريليونات نغطي عليها، الأحزاب نغطي عليها في سبيل أن تسرقها من الدولة، والدولة ساكتة لحد الآن، الدولة ما متخذة أي شيء. ولولا الضغط الجماهيري هذه الجريمة تمر مثل ما مرت الجرائم الأخرى من 2003 اليوم بالسابق. قبل كانت المدير العام اللي تطلع عنده فساد يعاقب الوزير، الموظف اللي يطلع عنده في دائرة فساد أدى أو اختلاس، ولو ما كان اختلاس المدير العام يعاقب ويعزل. الآن هذا الشيء ما نشوفه. نعم. اكو رعاية للفاسدين. نعم. يعني بعد 2003 احد المدراء الاقسام انحبس في وزارة التجارة، هسه سواه مدير عام. نعم. لكن ما الذي الفساد. لكن ما الذي يمنع هذه اللجان البرلمانية سيد عادل؟ نعم، أسألك، ما الذي يمنع هذه اللجان البرلمانية، ما الذي يمنعها من وضع مشروع لمكافحة الفساد واستجواب الوزراء ومدراء المؤسسات المتهمين بالفساد وإحالتهم للقضاء؟ ما الذي يمنع ذلك؟ يعني والقوانين دي موجودة، يعني قانون العقوبات العراقي موجود، وموجود فيه العقوبات الرادعة بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي يمكن فرضها على الوزير الذي يتهم بالفساد أو تثبت عليه قضية الفساد، ووجود هيئة النزاهة اللي تحقق. لكنه اللي يصير أنه أكو تأثير على القضاء، يعني وهذا اعترف فيه هادي العامري. هادي العامري يقول إحنا نهدد القضاء. أي طيب، من تهدد القضاء وتهدد القضاة، من الذي يحاسب الفاسد والسارق؟ اليوم السارق والفاسد يجون يقولوا له، ومن ضمنها رئيس الوزراء المنتهي الولاية المصطفى الكاظمي يقول على السراق ان يرجعوا له فلوس. في اي دوله السارق يرجع الفلوس ويرجع المكان؟ في اي دوله هذه؟ حتى في موزمبيق ما موجوده. لكن باعتقادكم سيد عادل، نعم، باعتقادكم ما مدى دقة وصف الطبقة الحاكمة العملية السياسية بالديمقراطية؟ ما الذي يمنع العراق من وضع حد للفساد والمحاصصة الحاصلة؟ هذه ضحك على الناس. الديمقراطية ليست عملية سرقة أموال الدولة باسم الديمقراطية. الحكم الحالي هو حكم محاصصة، وحكم المحاصصة لا ينفع في العراق لأنه يغطي على الفساد. كل فئة سياسية تقول هذه الفئة أخرى السرقي، ولذلك نشوف عملية بيع الوزارات بدأت من هسه. كيف يتم بيع وزارات من الوزراء؟ المدير العام يشتري منصبه، والمدير القسم يشتري منصبه، حتى يطلع المدير الوزير يطلع فلوس اللي يدفعها على الوزارة مالته. من الآن صارت البورصة مال عملية بيع الوزارات. ولذلك أنا أقول لك أنه
السوداني السيد السوداني لا يستطيع مكافحة الفساد نهائيا، ولو رفع هذه الشعارات منذ أول ما تم تكليفه لحد الآن، لكنه لن يستطيع أن يحاسب فاسد واحد، مستحيل هذا. من بغداد كنت معنا، ليس شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا القدر. الكاتب الصحفي عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.